مشاهدينا الأوفياء مشاهدين قناة مغارب نيوز، عدنا لكم مرة أخرى في بث مباشر آخر متابعة لقصة الأخوين محمد ويوسف بأنس. بلا شك العديد من المغاربة اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تبعوا معنا القصة ديال محمد ويوسف، اللي الحالة ديالهم هي حالة غريبة وفريدة من النوع ديالها. جينا باش نشوفوا الجديد ديال الأخوين، ولكن مرة أخرى كنلقاو بأن الأسرة يعني باغات تعطي الكلمة ديالها والتعازي ديالها في حق الطفل غريان رحمه الله مرة أخرى، اللي كنعزيو مرة أخرى جميع العائلة المغربية والأسرة ديال ريان على وجه الخصوص. فاطمة بغيت تعطينا لك التعزية ديال السلام عليكم. أنا كنقدم أحر التعازي للمملكة المغربية كاملة، وبالخصوص الوالدين الأم والأب ديال ريان الله يرحمه المسكين. هو ماشي غير مات، الأم والأب ديالو للعائلة ديالو، وراه مات جميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله طير من أمه إن شاء الله. نسمعوا الان الكلمه ديال الام عائشه، كذلك باغا تقول كلمه ديال تعزيه للطفل ريان رحمه الله. السلام عليكم. كنعزي الام والاب ديال ريان الله يرزقهم الصبر، وكنعزي المغاربه كلهم خارج المغرب وداخل المغرب، ورا كاع ولدنا ورا كاع ضاعينا، والله يجعلهم الطوارات الجنه ان شاء الله. ونحن كذلك بدورنا كقناة مغارب نيوز مرة أخرى نعيد تعازينا الحارة لأسرة ريان ولكل المغاربة ولكل العرب وجميع دول العالم اللي تعاطفات مع طفل ريان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا باش نرجعوا للقصة ديالنا، واللي بلا شك تبعوها متابعينا الأوفياء عبر قناة مغارب نيوز، قضية الأخوين محمد 25 سنة ويوسف 11 سنة. إذا جينا عند الأسرة من بعد طبيعة الحال النداء الأول اللي كان عبر قناة مغارب نيوز، جينا عند الأسرة باش نعرفوا الجديد، أشنو اللي تزاد، أشنو اللي نقص، نعرفوا أشنو واقع. غنبداو معك لالة عائشة، بالنسبة لك أنت كأم لمحمد ويوسف، أشنو الجديد، فين وصلت القضية ديال محمد وريان بعد النداء اللي درتو معنا في القناة؟ الحمد لله كاين شويه المساعده، كاين المهم خوتنا المغاربه خارج المغرب وداخل المغرب واخا يدعيو غير بالشفاء، ونتمنوا من الله كاع المحسنين واللي شاف هاد الوليدات يتعاطف معاهم ويتعاون معاهم المسؤولين. وكنوجه هذا النداء لمحمد السادس، الله ينصره ويطول عمره، الا شاف هاد الوليدات راه الحاله ديالهم في ظروف صعيبه. كان تفاعل ديال المغاربه اختي عائشه؟ الحمد لله. واش داخل ارض الوطن ولا كان غير في الداخل والخارج؟ لا، واش كان لا خارج الوطن وداخل الوطن، يعني الحمد لله. غادي نستمعوا كذلك الراي ديال الاخت ديالهم، الاخت فاطمه. بالنسبه للتفاعل اختي فاطمه، كان التفاعل، كانوا شي ناس اتصلوا بنا الله يجازيهم بخير، وكانت المساعدات، واحد السيده صيفطت لنا كرسي متحرك لمحمد الله يجازيها بالخير، وسيده اخرى جابت كرسي لمحمد وليوسف بجوج، الحمد لله الله يجازيهم بخير. واتصلوا بنا الناس حتى من خارج الوطن وقدموا لنا مساعدات الله يجازيهم بخير، والله يتبدل لهم الاجر، وكنشكرهم بزاف، وكنطلب من المحسنين الاخرين ما يبخلوش على هاد الوليدات، و كنوجه نداء لصاحب الجلاله الله ينصرو والله يطول عمرو، الله يحفظه ويحفظ الاسره العلويه كامله، باش يشوف هاد الوليدات، وعلى الاقل تكون عندهم غير واحد خلصه شهريه، حيت اللي عاونك اليوم ما غاديش يعاونك غدا، واللي عاونك غدا ما غاديش يعاونك بعد، وكاين اللي مسكين حتى هو ما عندوش وكيتعاون معاك وكيقصر معاك داكشي اللي عنده. حنا كنطلبوا غير الا كان هاد الوليدات عندهم شي حق في المغرب يتعاونوا معاهم، واخا غير خلصه شهريه ليهم، راه غادي تقدر توفر ليهم نص ديال الاحتياجات، ماشي كلشي ولكن نص ديال الاحتياجات ديالهم، حيت ديما مساكن مرض، ديما عندهم الدواء، ديما خاصهم بزاف ديال الحوايج،
وكنشكر اي واحد قدم ولا باغي يقدم يد المساعده لهاد الدراري، والله يجازيهم بخير ويثبت لهم الاجر. اختي فاطمه، بطبيعه الحال حنا الدور ديالنا كما حنا كاعلاميين كمراسلين صحفيين وكقنوات كمنابر اعلاميه اننا نوصلوا الصوت ونوصلوا المعاناه ديال الناس للناس بطبيعه الحال. شنو هما الاحتياجات؟ شنو هما الاحتياجات اللي باقي محتاج ليها محمد اللي كنشوفوه على اليمين ديالنا اللي هو 25 سنه ويوسف اللي على اليسار ديالنا اللي هو 11 سنه، شنو هما الاحتياجات اللي باقي كيحتاجوها هاد الوليدات هادو وحوايج اللي مثلا ربما كيحتاجوها يوميا بشكل يومي، شنو هما الحوايج اللي كيحتاجوها بشكل يومي هاد الوليدات هادو؟ انا غنقول لك غير شي حاجه حيت هما كيحتاجوا بزاف ديال الحوايج ولا جيت نقول كاع دوك الاحتياجات. المهم الحمد لله الحاجه اللي كيحتاجوها يوميا هي ليكوش يوميا، خاص كاين مصاريف ديال ليكوش، محمد حتى هو كيدير ليكوش ويوسف. الماكله ما كياكلوش، الماكله عاديه. واش هما الاحتياجات الخاصه ديالهم ما كيديروش بوحدهم؟ لا ياك ما كيديروش بوحدهم، ضروري خاص معاهم شي واحد في الدار اللي يبدل اليوم الكوش وي ما انت ما كيعرفوا حتى شي حاجه. بغاو الماء خاص ضروري يكون معاهم شي حد يعطيهم الماء، لا بغاو ياكلوا خاصهم ضروري يعني كتضطروا انت ولا الام ديالك واحد يقول خاصها تكون في الدار ضروري ما يمكنش نخرجوا بجوجنا، الا خرجنا بجوجنا خاصنا ضروري نخرجوا معاهم، ولا بغيتي تخرجهم كاين صعوبه في التنقل. مشيتي لشي بلايص ما بغيتي زعما تمشي لشي بلاصه كيقولوا لك زعما صعيب اننا نمشيو بربعه كيقول لك يعني على الاقل خاص يكونوا ثلاثه، مثلا لو بغيتي تشدي طاكسي صغير كيقول لك خاصني نهز ثلاثه منوع عليا انا نهز. واخا كيشوف الحاله ديالهم واخا كيشوف الحاله ديالهم قليل اللي كيتساعد معاك وكيتعاون معاك وكيبقى غادي وكيلوح الهضره ولكن ماشي مشكل. الله كيخلص كل واحد على قد نيته. هما غتكوني معايا اختي فاطمه، هما دابا مثلا كيلتزموا بالقوانين، دابا سائقي السيارات الاجره ياك الصغيره كانت في عمر صغير دابا كتفهم يعني هما مقيدين بواحد القانون اللي هو قانون صارم انهم يتجاوزوا ثلاث ناس، غتكون متفقه معايا في المساله؟ متفقه معاك في المساله، ولكن الوضعيه ديالهم اللي كتخليك انك انت غتشد طاكسي مثلا كبير راه علاش نتوما الاستطاعة ديالك انك غادي تشد طاكسي كبير؟ واش نتوما ما تكونش مثلا شي سيارة مثلا اللي ديال العائلة مثلا؟ لا كاين شي واحد مثلا اللي عنده بيرمي مثلا؟ انا عندي بيرمي خديته في 2018 2019. يعني ما كرهتيش مثلا انك انت تكوني انت اللي كتسوقي بهذا الخوت ديالك كذا؟ هذاك راه الحلم ديال الام ديالي انني انا تكون عندها واحد السياره وفيما بحال هكا حيت كيما رد لها دري صغير مع جوج ثلاثه ربعه دليل صعيب باش انك غتمشي مثلا تدق على جارك وتقول لي عاوني، ولا بغيتي تخرج حنا ساكنين في هاد المنطقه صعيبه بزاف. وحتى هاد الوليدات دابا محتاجين خاطر النزهه يخرجوا فيها مثلا محتاجين يتمشوا ضروري. محمد توصل ل 10 ل 11 ديال الليل كاع وخاصو ضروري الا بغى يخرج خاص ضروري يخرج، الا ما خرجش كيبقى يخبط في راسو حتى كيولي كلو دماغي صح كلو كيولي دم عاد باش كاين. وكنضطر انا وماما نخرجوه وندورو غير شويه هنا في الزنقه ونطلعوه عاد باش كيتهد انا واحد شويه ضروري كيبغيو يخرجوا هما، وراه صعيب واحد صحيح مسكين كامل قواه العقليه والجسديه وكي ما كيقدرش يتحمل حتى ولو نهار يبقى في الدار مسدود نهائيا. وهما ملي كيخرجوا وكيشوفوا الناس وكيفرحوا بزاف وعندهم واحد الاحساس سبحان الله العظيم اجتماعيين بزاف اجتماعيين عندهم واحد الاحساس لواحد طبيعي ما يقدرش يكون عندهم، يعني كيوصلوا لك ذاك الحب ديالهم لواحد الشخص اللي بغاوه ارتاحوا ليه بواحد الطريقه اللي سبحان الله كتبقى غير الحمد لله. الحمد لله مرتاح لنا يوسف، يعني الحمد لله يعني صراحه هي حال الدنيا هو هذا اللي عايشه. الحمد لله الحمد لله على كل حال شنو الامنيه ديالك والحاجه اللي مازال كتطلبيها من خوك المغاربه كتمنى تكون توفر لمحمد ويوسف؟ اشنو هي؟ نطلب شي مساعده دائمه، هذه نتمناها نطلب مساعده دائمه وما كرهش
وتكون عندي الطوموبيل لوليداتي باش نهزهم وباش نديهم للطبيب وباش واخا تكون طوموبيل على قد الحال. اي واخا تكون على قد الحال هذا هو الحلم ديالي. نتمنى صوت بهم خيتهم فاطمه. ياك حيت هي اللي يمكن لها تحمل مثلا. حيت يطردوا لي في الليل ما نبقاش كي ندير انا في الليل هذا كيتخنق اللي كيدير رابوز كيدير رابوز خاصو الاكسجين خاصو مرة ديته مع مول تاكسي بغا يحطني في النص ديال قال لي الدري راه جاي فوق تيبغى تسيقني للحبس. حنا كنلتمسوا الاعضاء السائقين ديال سياره الاجره بصفه عامه لا هنا سائقين سياره الاجره الصغيره ولا الكبيره مقيدين بقوانين اللي حطتها الدوله ما يمكنش لهم يتجاوزوها ولكن هنا كتبدا المعاناه ديال محمد وديال يوسف وديال الام عائشه وديال الاخت فاطمه لانه المعاناه ديالهم كيف سمعتوا فملي كيبغوا يتنقلوا مثلا غير المستشفى كتزاد الحاله على محمد ولا على يوسف فكيضطروا انهم يهبطوا باش يشوفوا صيام ديال الاجره بطبيعه الحال حنا ما غاديش كما قلنا اللومو سائقين سياره الاجره لانهم مقيدين بقوانين والقانون ما غاديش يسمح لهم يتجاوزوا الاشخاص. الام عائشه ما كتقدرش مثلا كما كنقولوا في المستشفيات كما كان باللغه الدارجه ما كتعرفش مشكله كيفاش توصل المعاناه ديالها المعاناه ديال الوليدات ديالها للمستشفى فكتضطر انها تدي معها البنت ديالها فاطمه. في هذه الحاله هذه كيولوا 4 ديال الاشخاص، هذا 4 ديال الاشخاص سائق سياره الاجره ما يمكنش ليه يهز 4 ديال الاشخاص بحكم التزام ديالو بالقانون بطبيعه الحال. لهذا فياك فاطمه اختي هذا طلب ديالك انت اللي خاصك توجهيه لخوتك المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شنو الامنيه ديالك يا فاطمه؟ تكون عندك سياره وكنطلب من المحسنين كاملين يتعاونوا معاها ويحققوا لها هذه الامنيه. انا تحققت الامنيه ديال ماما بحالها تحقق الحلم ديالي انا كامل. سمعتوا معنا خوتي المغاربه داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن هاد السياره اللي كتكلم على فاطمه ماشي كتكلم على هي باغا تسارى وباغا تنزل لا هي كتكلم واحد الجانب ديال هاد الشاب هذا محمد اللي كتلاحظوه الان على اليمين ديالنا ويوسف 11 سنه اللي على اليسار ديالنا. هاد جوج ديال الاولاد محتاجين واحد الرعايه ورعايه خاصه بزاف رعاية خاصة ورعاية يومية. من بين هذه الرعاية هو هاد الوليدات كيبغيو يخرجوا يعني كيبغيو يعبروا على داكشي اللي عندهم الداخل ديالهم في واحد الجريدة في واحد الغابة في واحد ولكن هادشي كله ما يمكنش يتحقق إلا كما قلنا كانت عندهم واحد السيارة خاصة بهم. وفاطمة كما كتقول ما كيهمهاش النوع ديال السيارة أو الحجم ديالها أو لا كيهمها فقط هي انها تكون هي والام ديالها بطبيعه الحال والاخوين ديالها باش يمكن لها تنقل مع هاد الاولاد وتحاول تخلق معاهم واحد الجو وتخليهم غير يعيشوا بواحد النوع من السعاده. وهذا النداء بطبيعه الحال كتوجهوا لخوتها المغاربه داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن. اختي فاطمه الامنيه ديالك الاخيره باش تسمعوا على خوتك المغاربه الامنيه الاخيره ديالك. الأمنية الأخيرة ديالي أن الناس يتساعدوا معنا ويحققوا للأم ديالي هذا الحلم. أنا الحلم ديالي بوعدو ولكن إلا تحقق الحلم ديالها أنا كأنه تحققت الحلم ديالك أنت. حيت أنا كانت الأمنية ديالي فاش كنت كنقرا وكنت درت السونتر عامين قبل ما نعرف راسي بأنني مريضة ونصاب بمرض كرون الحمد لله كانت الأمنية ديالي أنني باغا نخدم وندير ماما عمر. إن شاء الله. شنو الأمنية ديالك؟ عمر الأم ديالك؟ هذه كانت الأمنية ديالي وكان الحلم ديالي فاش كنت كنقرا. قلتيها فاطمة وعينك دمعوا قلتيها وعينك دمعوا. الحمد لله. ياك قلتيها وعينك دمعوا فاطمة. حيت كان الحلم ديالي وديك الساعة كنت صحيحة وكنت الحمد لله. باقي تحقق هذا الحلم إن شاء الله مع خوتك المغاربة. فاطمة قالتها والدموع في عينيها قالت كانت الأمنية ديالي هي تسافر مال العمرة ولكن كتقول بأن ملي اضطرت أنها تريح تقابل خوتها بحال بطبيعة الحال. ضروري واحد من الاسره خصو يكون في البيت واكثريه فاطمه كتلازم. وبالمناسبه غير الناس اللي باقي ما عرفوش القصه ديال يوسف ومحمد ففاطمه هي التوام ديال محمد. عاودي لهم القصه اللي حكيتي ما باقي ما عرفهاش. انا التوام ديال محمد هو التوام الاكبر وانا اللي تزاديت من الغلط.
سبحان الله. سافينا في نفس النهار في نفس الشهر في نفس اليوم في نفس العام. سبحان الله. الحمد لله اللهم لك الحمد. وهذا شرف ليا وكنحمد الله ونشكر في كل ساعة وفي كل وقت حيت عندي خوتي بحال هكا. الحمد لله. أنا ماشي حيت ما كيهضروش معايا ولا كتحس بواحد النقص، ولكن الحمد لله غير كيفاش كيوصلوا لي هذيك الفكرة ديالهم وأشنو باغيين. وليت كنفهمهم نعرفهم أي حاجة شنو خاصهم بغاو يخرجوا كنعرف شنو. أكيد. يعني نقدر غير من نشوفه ديالي نعرفه باش كيحس ولا شنو باغي. كان مريض كنحس به الحمد لله، كنا كنحسوا بعضياتنا لدرجه لما مرضت انا ما كيحيدوش من حتى راسي. سبحان الله. مرضت الوالده ديالي كيبقى وحدها، يعني عندهم واحد الحنانه تامه واحد داك وكيما الاحساس ما بينك وبين محمد غيكون مختلف بزاف ياك بحكم انك توأم. كنعرفوا التوأم كيكون عندك واحد الاحساس بزاف. انا محمد ما نقدرش نبعد عليه حتى يوسف ما نقدرش نبعد عليه، ولكن لا الاحساس محمد واحد جودك الاحساس دابا معروفه بان التوأم كيكون كيحس بالاخر. هما هما جزئين جزء مفروق على جزء يعني احساس بك محمد كتحسي به بزاف دابا بزاف بزاف، وتا هو كيحس بيا واحد الدرجه اللي ما كتصورش. الحمد لله اللهم لك. يوسف اش بغيتي تقول المغاربه يوسف؟ قول قول اش بغيتي تقول المغاربه؟ اذا كلمه الاخرى اختي عائشه. كلمة الأخرى كنشكرك حتى بعدا أولا، الله يجازيك بخير. وكنشكر كاع اللي شاف هاد الدراري وساعدهم وأجرهم على الله سبحانه وتعالى ما يضيعش ليك. وخوتي اللي شاف هاد الدراري وشاف هاد الظروف يساعدوا هاد الدراري ويعاونوني بداك الشيء اللي قدركم الله عليه. ونتمنى من الله ترجع ليا ما قالتي ديال الضو، ونتمنى ربي كاع يحل ليا المشاكل اللي عندي. هاد الشيء اللي كنتمنى الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الاوفياء، لكل بدايه نهايه بطبيعه الحال. احنا ربما احنا غادي نساليو من هنا ثلاث حلقه، ولكن عائشه اللي هي كأم او لا فاطمه اللي هي كأخت واللي كما سمعتوا معنا اللي هي التوأم ديال محمد يعني 25 سنه، وكذلك يوسف 11 سنه. ربما حنا غادي نمشيو كما قلت وغادي تسالي الحلقه ديالنا وغتنتهي، ولكن المعاناه ديال الناس اللي ما كتنتهيش. مشاهدينا الاوفياء داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، هاد الناس هادو كيشكروكم، لا اللي ساعد ماديا ولا اللي ساعد معنويا ولا اللي ساعد بالبارطاج ديال القصه ديالو، يعني شاركها مع الناس، هما كيشكروا الجميع. وحنا بدورنا كمنبر اعلامي كنشكروا الجميع دون استثناء. اللي كنتمناو هو راكم استمعتوا هذه الاسره هذه، يعني الحاجه المريحه طبيعة الحال. ملي كنقول حاجه مريحه وكنتكلموا على السياره، فكنتمناو الانسان ما ياخذش واحد الزاويه ديال الرفاهيه، لا ربما السياره في بعض الاحيان كانت كتعتبر من الكماليات. الان السياره وفي هذه حاله محمد وحاله يوسف وحالة الأسرة ديالو ما كتعتبرش من الكماليات، كتعتبر من الضروريات. ضروريات علاش؟ لأن كما سمعتوا هاد بعد خطرات محمد كتشدو الحالة بالليل أولا يوسف، هما هاد الأسرة كتعيش المعاناة اليومية. كما قلنا حنا غنتهيو بمجرد انتهاء ديال الحلقة غتنتهي كما كنقولو المعاناة ديالنا والحالة ديالنا، ولكن الناس كيعيشوها يوميا. كيف ما قلنا هاد الناس عندهم معاناة يومية في بعض الاحيان. دابا الحاله ديال النوبه ديال الصراع او النوبه اللي كتكون عند محمد او عند يوسف ما عندهاش وقت محدد، تقدر تكون جوج الليل 12 الليل 3 في 4 الصباح، تقدر تكون بالاضافه حتى الى جات الليل فرد الا جات هذه الحاله جاتهم بالنهار. فكما سمعتوا على اللسان ديالو هاد الناس هادو طبيعه الحال حنا كنعذروا، حنا دوله ديال مؤسسات ودوله ديال القانون طبيعه الحال، حنا ما غنلوموش سائقين سياره الاجره طبيعه الحال. كاين اللي كيتعاطف مع هاد الحاله وكيحاول انه يخلق قانون ويتعامل مع هاد الناس، ولكن هما قلال طبيعه الحال. حنا ما كنأيدوش على خلق قانون طبيعه الحال، غير هو هاد الناس هادو ما غنلومهمش سائقين سياره الاجره لانهم مقيدين بواحد القانون. لهذا فكنعاود نقول مره اخرى هاد السياره هي ماشي من الكماليات، بالنسبه لهم هو من الضروريات.
لانه هاد الوليدات محتاجين لرعايه خاصه. انا شفتهم غير مجرد حيت الصدفه بحال هي اللي لقاتني مع فاطمه. ياك ياك فاطمه كنا يوم الجمعه وكنت جيت عند الفنان القاضي الله يرحمه عبد اللطيف هلال. كنت مشيت باش تصور الجنازه ديالو الله يرحمه ويستعليك في امين امين الله يرحم جميع المسلمين يا سلام. وكنا رحنا في مستشفى ديال 20 غشت. أيوة. كنا دينا محمد على حساب واحد العمليه كان دارها ورجعنا كونترول وتصادفنا معكم بالصدفه وتلاقينا معكم ولقينا فرحانين اللي خارجين الزنقه بزاف داك الشيء بزاف بزاف كانت الفرحه ديالهم كبيره. وهذا هو الانتباه ديالنا حنا صح الحمد لله. اذا كيفاش سمعتوا الساده المشاهدين مشاهدينا الاوفياء احنا المباشر ما عندنا ما نقصوا فيه ما عندنا ما نزيدوا فيه كتكون الحقائق بديو تزيف كل شيء على المباشر ما حتى حاجه كنقصوها. استمعتوا معنا هذه علاش ذكرت لكم بانه راه السياره بالنسبه لمحمد ويوسف والاسره ديالهم هي من الضروريات. هذا الشيء ماشي صعيب وماشي مستحيل على خوتنا المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. اذا الى هنا سنتي على نهايه هذا البث المباشر من هنا من منزل ملي كنقول منزل فكذلك هذه قصه اخرى لان الام عائشه هي كتعيش في البيت ديال دوسه ياك غير باش المشاهد يفهم ياك هذا بيت ديالكم الله يرحمه الفطر كيبقى لي الله يرحمه ويسلم وباقي فيه الولاده ولكن كيشوفوا الظروف ديال الدراري المهم باقي فيه الولاده غير باش المشاهد يفهم باقي فيه الولاده. اذا كما سمعتوا معنا حنا دابا في منزل ديال الاسره ديال الوالده بطبيعه الحال هما كيحمدوا الله ويشكروه الام ولا الاخت ولا العائله بطبيعه الحال ولكن هما حامدين الله سبحانه وتعالى وشاكرينه وكيشكروكم مره اخرى على التفاعل ديالكم وعلى المسانده ديالكم وعلى الدعم ديالكم ولو بمشاركه القصه ديالهم ماشي فقط دعم انه يكون مادي لا دعم انه يكون غير بدعاء بكلمه زوينه كلمه طيبه هذاك الحمد لله راه مساعده لمحمد وليوسف. اذا الى هنا سنتهي على نهايه هذا البث المباشر على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. كان معكم مراسل قناه مغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.